شنو يمين الكهرباء شويه أنا أمل الربايع من مدينة رفح من الشبورة. بيتنا انقصف في 10/10، انقصف في 10/10 بيتنا. من حد ما انقصف بيتنا وإحنا في المدارس، وبعدين من كثر النزوح على المدارس أجيت اضطريت إني أجي أسكن في بيتي ونعمل أكل وشرب. وأجي علينا رمضان وإحنا في بيتنا المقصوف زي ما أنتم شايفين، بعمل أكل شرب كله فيه، وهذا من فضل ربنا علينا، يعني صبرنا وثبتنا على هيك الإشي، وإن شاء الله ربنا يجيب اللي فيه الخير، والحمد لله على كل حال. إحنا والله قاعدين إحنا هيكو زي ما أنتم شايفين، هينا بنفطر وبنعمل تحت المطر، هاي المطر بنفطر علينا وإحنا قاعدين وعلى أكلنا، فيش إلنا ضرة، فيش إلنا حاجة نقعد تحتيها، ومضطرين نقعد فيها لأن المدرسة ما فيها، يعني فيش فيها نظافة زي البيت، فيش فيها يعني فيش فيها راحة نفسية زي ما أنتم قاعدين في البيت. فبنضطر نيجي على بيتنا وقاعدين هان بعجن وبخبز وبحمم اولادي وبنعمل كل اشي في بيتنا، وبننام نقعد فيه رغم الخوف، برضه بننام نقعد فيه لان احنا بنلاقيه احسن مأوى لنا وبنحن له تاني. احنا عدد اسرتي 8 تنفار، انا خمس بنات وولد وانا وجوزي 8 تنفار. عايشين اسوأ ايام حياتنا في رمضان هذا، لأنه غير عن أيام رمضان اللي فاتت. رمضان اللي فاتت بقى يعني الوضع أحسن من هيك بكثير، يعني الأشياء بتشتريها أرخص من هيك، هيك صارت الأشياء غالية كثير ما بتقدرش تشتريها، يعني في ناس وضعها ما بقدر بسمحش. وإحنا بالنسبة لنا وضعنا كان قبل الحرب سيء، فبعد الحرب صار أسوأ مع قصف البيت كمان، الله بيعلم في حالنا. وهينا الحمد لله عايشين على التكيات، يعني أنا هاي هذا العدس جبته من التكية، حبة البندورة والخيار امبارح اجتنا كابونة هيك صغيرة، هينا منها بندورة وخيار، والحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله. أنا كنت قبل رمضان، يعني لما بيجي رمضان زي أي ست فلسطينية بزين بيتي بنبسط ببسط أولادي، بس الحمد لله برضو إحنا برضو يعني ما بننساش إن الشهداء واللي قلنا ناس اتدمرت، ناس طلعت نزحت من دورها. فرحانين في رمضان بس مش قادرين نفرح زي ما فرحنا السنة اللي فاتت، لأنه حاجات كثيرة فقدنا الحمد لله. بتمنى من الله هيك ربنا يوقف لنا أولاد الحلال وتخلص الحرب. Thank you.